يا عتوب الشعب في سبتمبر. تعز أقل ما يمكن أن يطلق عليها بأنها مدينة النضال المستمر، فطوال تاريخ اليمن المعاصر شهد أبناؤها مقارعة طغيان الأنظمة الحاكمة على امتداد عقود. لا زالت بلد النضال ومحافظة المقاومة، محافظة مقاومة كل تمرد وكل إمامي وكل حوثي. وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن 5 عقود على اندلاع ثورة سبتمبر المجيدة التي تحل ذكرها 54 هذه الأيام، لا زال أبناؤها يعيشون تفاصيل حرب ارتدادية من جماعة انقلابية حاولت سرقة الجمهورية في لحظة ذهبوا للتحالف مع الرئيس المخلوع الذي اندلعت ضد نظامه ثورة الشباب السلمية من هنا من مدينة تعز. الحرب التي يؤكد الجميع هنا أنها ليست أبعد من محاولة سرقة الجمهورية والعودة بالوطن إلى الخلف. من جمال القدر نحن نمر هذه الأيام بذكرى 26 سبتمبر بنفس الأحداث، نعيش أحداثها تماما، نعيش أحداث الزبيري، نتذكر الثلاثاء، نتذكر كل أولئك الأبطال الذين خاضوا حربهم بشراسة ضد الإمامة، ها نحن اليوم نخوضها أيضا ضد الإمامة. مئات الشهداء وآلاف من الجرحى قدمت هذه المدينة في سبيل الحرية ومشاريع دولة المساواة التي تكفل للجميع حقوقهم، وليس صمود المحافظة خلال سنة ونصف إلا دليل على تحملها الكثير من المشاق تحت قصف وقنص ميليشيات الجماعة الانقلابية. ومع حلول ذكرى ثورة سبتمبر يتذكر أبناء تعز كغيرهم من اليمنيين كيف سارت حياتهم بين نظامين متشابهين، نظام الإمامة ونظام الرئيس المخلوع، اللذين لا يختلفان عن بعضهم كثيرا، وإن تغير الزمن وتبدلت الوجوه يظل كما يرددون هنا الهدف واحد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.